بالشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رعايته حفظه الله لهذه الندوة، وكذلك أشكره على طبعا هذه الندوة. كما تعلمون جميعا تتحدث عن الشيخ زايد رحمه الله وعلاقته، علاقة دولة الإمارات بالمملكة المغربية حفظها الله. وكذلك أشكر جلالة الملك حفظه الله على أيضا اهتمامه بهذه المبادرة وتكليف صاحب السمو الأمير مولاي رشيد لحضور هذه المناسبة، وهذا شرف عظيم حقيقة، ونشكر جلالة الملك عليه. وكذلك نحن بهذه المناسبة نشكر أيضا الأكاديمية على تبنيها لهذا الموضوع، ونعتقد نحن دائما أن الشيخ زايد هو في قلوب المغاربة، لأن الشيخ زايد هو حسب ما نتصور نحن هو حبيب الجميع، الله يرحمه ويغفر له، وهو أيضا تربطه العلاقة الوثيقة بجلالة الملك الحسن رحمه الله، وتغمد روحه الجنة إن شاء الله، تغمد روحهم الجنة جميعا. الشيء الثاني، نحن أيضا دائما نفتخر بهذه العلاقة، واليوم نحن سعداء أن نتكلم عن شخصية كان لها الدور الكبير في بناء هذه العلاقة الوطيدة، العلاقة القوية، العلاقة التي لا يمكن أن تنفصم ولا نتصور. وأبناء الإمارات والمغرب جميعا دائما هم متكاتفين من أجل الرقي بهذه العلاقة المميزة بيننا وبين المملكة المغربية حفظها الله، وحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقنا الله جميعا إلى الرقي بهذه العلاقة الوثيقة، العلاقة الأخوية، العلاقة التي نحن دائما نفتخر بها، ونتمنى استمرارها بهذه الصورة عند الأجيال القادمة، وهي لن تنتهي، هي مستمرة. وعلاقتنا وارتباطنا بالمملكة المغربية ارتباط وثيق، ارتباط لا يمكن له انفصام يوم من الأيام، وهم أخوة ونحن معهم دائما في سفينة واحدة، ومستمرين بنفس المستوى إن شاء الله. وجدة طبعا كما تعلمون جميعا هي المنطقة التي أول منطقة قنص فيها الشيخ زايد، ووجدة لها أيضا محبة خاصة عند الشيخ زايد الله يرحمه، ويحب أهلها، ويحب يعني دائما كان يقضي فيها أوقات كثيرة كما تعلمون، ومدة طويلة في وجدة، لأنه يحب وجدة ويحب أهل وجدة، ونتمنى التوفيق لهم دائما. وكذلك أبناء زايد أيضا لا يتخلون عن وجدة ولا عن المغرب ككل. فالشكر لكم جميعا، ودائما نحن نتمنى أن نكون على قد المسؤولية أمام المسؤولين في دولة الإمارات، وأمام المسؤولين في المغرب، وأمام شعب الإمارات، وأمام الشعب المغربي. اليوم أنا كسفير أتمنى أن نساهم دائما، أساهم في أن تستمر هذه العلاقة إلى أفضل حال، ومستمرة كما كانت، وترتقي للأفضل دائما. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.